عبد الله الدهماني بمحاولة بشكل مميز. الله 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 الله, الله. داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة في الطرف الأيمن. هذه محاولة في مكان, لكن الكرة بعد ذلك مستمرة. فرصة الآن مع المرجوعي, تسديدة. الله من يدخل في هذه اللحظات من جانب فريق نادي التعاون يحاول حاول المرتد ده المربوعي العرضية يترك الآن, وصلت كايهو. الله الله الله, الله. جت الأولى تبى الحصن في المركز الثاني في أيضا 63 نقطة, الإمارات 62. الله يا جيلمار, جيلمار في وسط الملعب, انطلق جيلمار, مرر الكرة المباراة الثاني خطأ لمصلحة فريق تبى الحصن, كرة عالية وأمامية, خطرة, جول. الغيابات في هذه المباراة, الكرة يقف من خلالها جيلمار, يقف على تسجيل أول أهداف في اللقاء. جيلمار خطرة تبعد هذه مفاجئة, أن التعاون وصل بأكثر من كرة حتى الآن, لم نشاهد الخطورة بالنسبة للاعبي الفريق اللاعب, وهنا المحاولة الأولى. في دوري المحترفين واليوم يتواجدون في دوري درجة الأولى, انطلاقة في الجهة اليمنى, عرضية في منطقة تبى الحصن, يتقدم عن طريق جيلمار الآن, عرضية في منطقة الجزاء, ضاعت الكرة الماضية, ضاعت الكرة الماضية, أوقفت, وأوهو جيلمار, 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 مستمر.
جمار انطلق جمار محاولة في المرور في إرسال كرة عرضية. شوف الآن فريق دبل حصل خطرة جول. لاحظ النقلة الآن في محاولة نقلة للمربوعي، هل من تسديدة؟ جيلمر يحاول، هذه فرصة، هذه محاولة، هل من هدف؟